السلام عليكم جميعا. هذا الفيديو راح نحكي سوا عن السباينال اكسسوري نيرف والهايبوغلوسال نيرف. السباينال اكسسوري نيرف هو واحد من النيرفات اللي تطلع من المدلة. نعرف احنا المدلة يطلع منها 9 10 11 ال 12. 9 10 11 راح يطلعوا لي ما وراء الاوليفز. نقدر نشوف هنا هي هاي الاوليف، هاي الاوليف. وراء الاوليف راح يطلع عندي 9 من بين هنا، هذا ال 10 وال 11. ما بين الاولف والبيراميد راح يطلع عندي الهايبوغلوسال نيرف. طبعا سباينال اكسسوري نيرف اسمه هنا اكو بي تو بارتس. بارت جايه من السباينال كورد، فايبرات طالعه من ليفل C5 او C4 لحد C1 وصاعده للكرانيال كافيتي من خلال فورامين ماجنم، راح تتحد ويا الكرانيال بارت مال اكسسوري نيرف بيسوي سباينال اكسسوري نيرف. راح يجون يطلعون سواء هم او وياهم الفيغاس والجلوسوفارنجيال وحتى الجيجولار فين، حيطلعون كلهم من خلال الجيجولار فورامين، طلعوا لي من الجيجولار فورامين. اوكي، بعدين يرجعون ينفصلون. السباينال بارت راح يروح للماسلز مالت النيك سواء الاسترنوكليدوماستويد او الترابيزيوس. الترابيزيوس اللي هي مسؤوله عن الشرينكينج اوف ذا شولدرز والاسترنوكليدوماستويد هاي الحركات مال الأوفات، هاي هيك. اوكي زين، لعد الكرانيال بارت شنو شغلته؟ راح يروح يتحد ويا الفيغاس يسوون الموتور اكتيفيتي مالتهم تور، اللي هي مثل منو يعني يروحون لللارينكس، يروحون للفارينكس، للباليت، يسوون يحركون المسل ذيجه. يا نوع من الموتور اكتيفيتي سبيشال فيزيرال افرنت، يعني شنو؟ يعني نيوكليوس امبيجوس. اذا ما شايف فيديو المودالتيز ارجع شوف فيديو المودالتيز. اذا ما شايف فيديو كرانيال نيرفز اوفر فيو ارجع شوف فيديو كرانيال نيرفز اوفر فيو. واذا فهمنا شنو هو الفاينل اكسسوري نيرف، انه هو يتكون من ذني تو بارت، سباينال اند كرانيال بارت. زين، اذا اريد تسوي تيست لهذا النيرف، للسباينال بارت مال هذا النيرف، قول له يسوي الحركات مال الشولدر وشيك الباورز مالتهم. شيك باور الشولدر، شيك الباور مال حركه النيك، وراح تقدر تعرف. واذا انضرب هذا النيرف ايش راح يصير عنده حاله؟ حيصير هاي الوري نيك او التورتيكوليس، اللي هي شنو معناته؟ اللي هي ركزوا معي ركزوا معي، باو على وجهي باو على وجهي، راح يروح النيك، راح توقع النيك للان افكتد سايد. يعني اني انضرب عندي السباينال اكسسوري نيرف اليسرى، راح توقع الركبه مالتي على اليمنى للأنأفكتد سايد، بس الفيس مالتي راح يفتر توورد ذا افكت سايد. يعني انضربت عدي يسرى، من انضربت عدي اليسرى فما تقدر تجر رقبتي من هنا، فهاي اشتغلت زياده عن اللزوم فجرتها هيجي وقعتي، والفيس مالتي راح يفتر باتجاه البارت اللي هو مضروب. اتفقنا؟ اتفقنا. زين، اي شيء بالدنيا من الكرانيوم نيرف ينضرب يروح للان افكتد سايد، هذا شغله واحده هسه راح نعرفها. زين، الهايبوغلوسال نيرف، الهايبوغلوسال نيرف هو النيرف اللي راح يطلع لي ما بين الاوليفز والبيراميدز انتيريرلي. وين يروح؟ يروح للتانج. شنو الحركه مالته؟ يطلع اللسان، يخلي لي اسوي بروترودنج للتانج. اوكي؟ وان سنجل فانكشن، وان سنجل نيوكليوس. شنو نوع المودالتي مالته؟ موتور اكتيفيتي انا اتحكم بها في جنرال سوماتيك افرنت، ما بها اي مشكله. زين، اذا اردت تسوي تيست طلع لسانك مثل هذا، نطلع لسانه. اذا كان عنده مشكله راح يصير ديفييتنج بالتانج. وين يصير ديفييتنج بالتانج؟ للافكتد سايد. هذا النيرف الوحيد اذا انضرب حيروح للافكتد سايد. اي نيرف ينضرب يروح للان افكتد سايد، بس هذا اذا صار بي مشكله حيروح للافكتد سايد. مثلا هسه انت انضربت عندك الابدوسنت نيرف، العين حتروح ميديالي مع العين الابدوسنت يوديها لللاترال سايد، صح؟ لاترال ركتس، مثل قبل شويه شفنا بالسباينال اكسسوري نيرف. بس هذا من ينضرب يروح للافكتد سايد. يعني انا اذا انضرب عندي الهايبوغلوسال نيرف اليمنى حيروح للثاني لليمنى. اوكي، وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. زين، وقع عندنا شغله هاي واحده من الديفيشن اللي تشوفوها، رايح من هناك لليمنى اللي احنا نشوفه، يعني رايح لليسرى، فمعناته يعني التانك ديفييتد لليسرى، يعني يروح للافكتد سايد، فالافكتد سايد هو اليسرى. زين،
بس بقى احكيكم ان شاء الله قبل ما انهي الفيديو اقصد شيء اسمه بلبار بالسي. بلبار بالسي معناته صاير paralysis in the cranial nerve اللي طالع من المدلة 9, 10, 11, 12. That's it. هو يكون lower motor neuron lesion. إذا صار upper motor neuron lesion حيصير pseudo bulbar palsy. انتهينا من ال cranial nerves وخلصنا وياكم ال brainstem وخلصنا هاي البارتات. بالفيديوهات الجاية إن شاء الله راح نشوفكم الفيديو التابع للثلاثة. نشوفكم بالفيديوهات الجاية.